افتح باب سكر باب اطلع درج طق طق وبقاب عباب الحارة في سيارة مترها كحل الشاب طيارة اسأل عنه بقول لك. مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم المميز قصص نجاح، اللي بنتناول فيه أكبر وأبهر قصص النجاح الموجودة حوالينا وفي مجتمعنا. اليوم معانا ضيف جدا مميز واستثنائي صراحة، كلنا بنعرفه وكلنا بنحبه وكلنا نفسنا نصير زيه، الأستاذ الكبير المعروف مجحم مجحم. أهلا وسهلا فيك أستاذ مجحم. أهلين. بشكر حضرتك على قبول الدعوة وإنك تعطينا شوي من وقتك في برنامجنا المتواضع عشان تفيدنا وتفيد مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. لا بصراحة أنا بحب يعني أشارك نجاحي للناس الفاشلة اللي زي المشاهدين. الله يسعدك أستاذ مجحم. سعد قلبك. مجحم مجحم، من وين بلش وكم مقدار ثروته؟ قبل السؤال بعد السؤال. بتفرق؟ لا. خلينا نعتبره بعد السؤال. ما بعرف. ثروتي سرية جدا. يعني كم إنه كرقم تقديري؟ لا تقدر ولا تحصى. كثير هاي مصاري، كثير يسم مليونير بالياردير. ما شاء الله ما شاء الله، يعني مصاريك ما بتاكلها النيران زي ما بيحكوا. لا بتاكلها النيران، خاصة إذا كان جوعان النيران بتاكل. نعم صحيح. هذا بالنسبة للمحور الأول أستاذ. المحور الثاني والأهم، مجحم مجحم، من وين بلش؟ وين كانت البداية؟ شوف زمان وأنا ولد صغير هالقدي صغير كنت أيام المدارس زمان. كان في بتعرف بيحكوا لك هذا الولد مخ تجاري. انت كنت هذا الولد؟ لا انا كنت الطبي، بس في استاذ ان الله لا يمسيه بالخير اسمه ابراهيم حسن، هو كان استاذ المقصف. نعم استاذ المقصف كان يجي في بداية العام الدراسي يطلب منا بريزة. شو شو بديك؟ ها والله يا حلو استاذ ابراهيم حسن يشبطك شمت بالعصاية. ها ولعت هي عشان فين يا استاذ؟ هاي اسمي المشاغبين. انسى فقد محلك. هذا كان يتطبق يا زلمة. انسى فقد محلك. اذا ما نقدر بالمدارس ملعو سد حلقك وقعد. يلا يا شباب اللي بده يشترك بالمقصف يطلع 10 قروش. ايه بس المقصف يا اخو شباب يا استاذ بنفع الواحد شارب اكثر من سهم؟ بنفعش. سد حلقك قلت لك. تعال. اسمع بيعني شنين؟ بدعي لك شنين؟ ليش؟ ما كانش مصاري؟ لا ما عيش مصاري دين شنين. اسمع بدعي لك شنين بس عشان ايش؟ باخذ انا نفس السهم تبعك. بدك تنصب علي، بدي انا اخذ كله. شو شحاد بتتشرط؟ يا بتعطيك شنين وباخذ نص السهم يا ما لك سهم اصلا. طيب ماشي خلص 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 راح اوقعك لكم بيالي. يا سلام ذكرتنا في البريدة أيام زمان. البريدة ومن هون بدأت. معناته كانت تيجي نهاية السنة وحضرتك تأخذ الليرتين وخمستاش والزيادة عليهم النص تبع الأولاد المساكين. لا أنا كنت أنطرد، يعني أنا هامل لأنه كل سنة يطردوني عمري ما أخذت مصاري. تنفصل من المدرسة؟ عمري ما أخذت فلس. البداية تبعت مجحم مجحم كيف بلش والقصة المؤثرة واللي كانت الخطوة الأولى في طريقه. I get you. يعني استوعبتك. نعم. شوف في المرحلة بعدها كنا نذهب إلى الرحلات. نعم. في المدرسة. مع الشباب. بالضبط. والشباب همه السباحة والنسواني والبكيني، أنا لا. كنت ماشيا في الصدفة ونعطي الصدفة حقها. شاهدت صيادا. هذا الصياد صياد سمك. نعم كان على البحر سمك. قلت نعم. فقلت له قلت له لا تطيري سمكة بل علمني كيف أصطاد صح؟ لا قلت له بدي سمكة جوعان. أوكي لكن هو أصر علي أن أصطاد معهم. تمام. ومن هنا انتظرنا ساعة وساعتين وأسبوعين وسنة ولم نصطاد شيء. الصبر الصبر مشاهدينا الكرام. نعم. لا هو طلع الصياد متعاطي، كنا نصيد في البحر الميت ما صدنا شيئا. البحر الميت. طيب أستاذي أنت شكلك مش عم تفهمني منيح. أنا بدي القصة اللي أنت بلشت منها أول خطوة لطريقك اللي وصلك هون، يعني هذه القصة برضه طيب زي اللي قبلها. طيب جيك بالموضوع. مش كتير ممكن استفدنا منها. مجحم مجحم لم يأتي عبثا.
نعم. مش هم عندما جعت كنت جائع فرحت المطبخ طلعت لقيت دجاجة قلت بدي ابتكر شوف الابتكار يجب ان نطفي يعني عليه. صحيح الابتكار اهم شيء قلت بدي جبت البقسومات عفوا البقسومات يعني شيء قطعت البقسومات وجبت البهارات وهيك كذا وخلطت خلطه سحريه لا استطيع ان اقولها اكيد سريه ولففت فيها الدجاج واكلتها كانت زاكيه جدا فانا صرت افكر ليش ما استثمر مو الواحد مش لازم بس يفكر في بطنه في جيبه مخ تجاري بحت نعم بالضبط رحت على اول مطعم عرضت عليه الخلطه طردني الثاني صرفني الثالث روح انصرف قرف يقرفك هيك طايم اذا بتشوف بابك بتضعف تمك انت بكره بتبيع على جارك رح تحط صبيعك ندم طب انصرف روح علي روح لكن لم أيأس رفضوك كلهم ما كلهم طار شريط امشي من نوع ابن الهيك فاهم المهم ذهبت اخر شيء عند المطعم رقمه 1008 رقم 1008 لا انسى هذا الرقم زي ما بقول لك خلطتي وبعرفها بس حطها مع الدجاج بيطلع طعمه مقرمش بعدين بتيجي تجيب زباين احسن ما محلك قاعد بتكش دبان متحام انت متاكد منها يعني هاي اذا بورديها لصاحب المحل وما زبطها عارف شو ممكن يعمل فيه وفيه؟ أقول لك بديش أبيعك إياها تبيع على جارك وشوف الشغل كيف يصير عندك لا 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 خلص خلص تعال ألف واحد بدي إياها ترجوني يا زلمة خلص يا رجل بقسمات خلص ما عليك هيك شفت لك سير واحد يلا ما تقول لي إنه حضرتك صاحب فكرة وسلسلة المطاعم التي إف سي الشهيرة اللي كلنا بنعرفها كيف عرفت؟ نعم أنت لا مش أنا ولا؟ أنا بعت خلطة على المطعم هاد يحاول يجربها ينسهل الموظفين واللي طبخها واللي أكلها وشمعوا المطعم خربت بيته تمام بس أستاذي هذه مش هي الخطوة الأولى واضح يعني من كلامك نعم أنا بدي نعم بدي ال 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 الزبدة المحور نعم من الآخر يعني من الآخر شوف عينوني مسؤول ومن لما تعينت مسؤول في البلد والكريمة اللي خد من هنا جمعت ثروتي وكل هذا الغلاء الفاحش هل تريد وظيفة؟ في شواغل في يا زلمة عندنا فاسد أنا فاسد بأجبر استاذ ربك افتح باب سكر باب اطلع درج طق طق بجاب عباب الحارة في سيارة مطرها كحل الشاب طيارة اسأل عنه بقول لك واي تروح على البزنس ولا ملاهي ألماني ألماني والفرنسي مش ياباني والهندي مش طلياني أقوم تقعد مكاني لا تقول لي كاني ولا ماني أحضر أبو النباني